أريجا، التأثير في العالم المحيط فينا بخلينا صاحبين هدف لنوجه نحو إنجاز وغاية مطلوبة وصفة يتمتع بها الشخص القيادي. واليوم مع الخبير في مجال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها الدكتور إيهاب الجندي، رح نتعرف سوا على أبرز المهارات الإدارية للقيادة وكيف ممكن أنه نكتسب صفة القيادة الفعالة. هذا الشيء رح يكون معك دكتور، يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ سالي، صباح الخير أستاذ أريج، صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا بسوريا. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على مفهوم القيادة. أنا أول شيء كثير بتشكرك على هذا السؤال، يعني نحن فعليا عندنا مفهوم مشوه للقيادة. دائما بنسأل الأشخاص إنه هل لديك، يعني هل أنت عندك مهارات قيادية؟ ففي ناس بتقول إيه أنا عندي مهارات قيادية، طب أعطيني ليش إنه عندك مهارات قيادية؟ إيه أنا دائما بسمعوا كلامي، أنا دائما بنفذ اللي بدي إياه، أنا دائما مسيطر يمكن على الجو. مسيطر تماما. فكرة القيادة حقيقة شيء مختلف تماما عن هذا الشيء. كمان الأشخاص اللي ما بيقولوا إنه نحن عنا صفة قيادية، كمان هذا الشيء غير صحيح. فكرة القيادة هو الشخص اللي جواته طاقة وفعليا عم بيعرف يطلع هالطاقة. وأنا برأيي كل الناس عندهم مهارات قيادية، لهيك نحن بس بنعمل دورات بنقول تطوير المهارات القيادية، إنه عنده هالبذرة الأساسية. فالفكرة الأساسية دائما مفهوم هو مفهوم مشوه. الناس لا تؤمن بطاقات الداخلية إنه هي فينا تعمل شيء، ودائما بيربطوا انه القياده هي علاقه بالتاثير او السيطره على الاخرين. وهذا الحكي بصراحه غير منطقي وغير صحيح. تمام. يعني دكتور لازم يكون في تعزيز ثقه بالنفس اول شيء. خلينا نحكي عن ابرز صفات الشخص القيادي. طبعا هي في صفات كثيره يا استاذ سالي بالموضوع الصفات القياديه، ولكن خلينا نقول شيء شغلات الاساسيه. اول شيء هو شخص محفز لنفسه قبل ما ينحفز الاخرين، فهو دائما عنده الطاقة التحفيزية، الطاقة الإيجابية. شخص ثاني هو شخص محبوب من الناس كلاتها، دائما بتلاقي عنده حضور، عنده كاريزما. شخص عنده خطط لحياته لنجاحه، وبيقدر فعليا مو بس يحط خطط، يعني احنا كثير شاطرين انه نحط خطة بس تعال ننفذها على أرض الواقع بصراحة غير صحيح. الشغلة الثانية دائما هو شخص يتواجد مثل ما بيقولوا مو بالمقدمة. أنا برأيي هو شخص اللي دائما بيمسك الناس وبيدفعهم لورا. في ناس بيقول لك انه الحقني، لا هو بتلاقيه، لا هو الاشخاص حتى المترددين هو الشخص اللي بيدفعهم. شخص جدا جدا له بصمات، شخص وصل لثقه بنفسه وايمانه بقدراته لدرجه كثير عاليه انه صار تشبع بهذا الموضوع وبلش ياثر على الاخرين. هي القصص الكثير اساسيا اهم صفات القائد بمجتمعاتنا. تماما. لكن دكتور نحن كيف نقدر نكتسب هالمهارات؟ تماما. أول شيء بدنا نقول إنه نحن موجود عندنا المهارات، يكون عندنا المفهوم الحقيقي. الشغلة الثانية بداية القيادة هي نحن إنه نقود نفسنا للنجاح. هلا حضراتكم بلشتوا أنتوا بالمجال الإعلامي وبلشتوا تعطوا صفات النجاح أو البصمات أنتوا كإعلاميين، فهي فعليا أنتوا لما كان عندكم مهارات القيادة للنجاح الحقيقية ما قدرتوا تكونوا بهالأصحاب وتكونوا على الشاشة. الشغلة الثانية نحن لازم كأشخاص نؤمن ونزرع الإيمان بأشخاص الآخرين، تمام؟ إنه أنتوا لا أنتوا فيكم تعملوا شيء. ودائما أنا برأيي قبل ما نحن نعزز هذا الشيء، إذا نحن ساعدنا الناس لنعزز هذا الشيء باللا شعور عم بيتعزز فينا هذا الموضوع. وطبعا أنا برأيي دائما إنه في كتير عنا مجالات، إن كان إنه ممكن واحد يعمل مشروعه لحتى يبرز هذا الشيء، إن كان ممكن يعمل دورات الموجودة، حتى القراءات بتعطي كل شيء له شيء متكامل. بس النقطة الأساسية أنا برأيي إنه نؤمن إنه نحن عنا نبذة القيادة وفينا نحن نطورها ونكبرها. تمام. يعني يا دكتور لازم كمان يكون القيادي مثل ما قلت هو قدوة. خلينا نحكي عن أهمية القيادة كقيادة إدارية أو كقيادة مجتمعية، يعني بإدارة معينة أو ضمن الحياة اليومية. أنا كثير بتشكرك على هذا السؤال، يعني إحنا فعليا مفهوم القيادة حقيقة غير مطبق بنسبة كثير كبيرة. نحن عندنا مفهوم الإدارة وليس مفهوم القيادة. دائما نحن نعمل مقارنات بين المدير وبين القائد. ليس كل مدير قائد، وليس ولكن بالضروره القائد يكون مدير. دائما الاداره هي شو بيقول لك؟ بيقول لك دائما بيقول لك راس الهرم، انه انا وبدك تعمل، يعني دائما هو قوته انه عنده السلطه واللي بخليك تنفذي هذا الشيء. بينما القائد قوته هي بشخصيته. دائما انسان ملهم، دائما انسان يعني الناس عنده ثقه كثير فيه، فهي باللا شعور بدون ما يقول انه انا عندي هالسلطه
بدك تسمع مني او تسمع كلمتي، لا انا بثق فيك وبثق برايك فانا حمشي معك. هي نقطه كثير اساسيه. الشغله الثانيه، دائما عنده مفهوم النحنا، نحن دائما نحكون نحن مجموعه، نحن فريق، مو الانا، مو الانا تماما. يعني دائما صفات الاداره للاسف غير القياده هي انه بقول انه انا دائما بتطلع هيك. الشخص الثاني القائد دائما بيتحمل الاخطاء، ولكن دائما نحن بالادارات نحن بنحمل الاشخاص الاخطاء. فدائما حلو انه بتوصل لمرحله انا اتحمل هذا الخطا، فانا بتحمل كل المسؤوليات وبقدر انا اكون هذا الشيء. هذا وين موجود هذا الشيء؟ هذا موضوعنا. فالنقطه الاساسيه كثير ضروري انه نحن نشتغل على موضوع الادارات الموجوده عنا، لنحولها من ادارات اللي هي تشتغل بالادارات التقليديه لادارات ومهارات قياديه. تماما دكتور. كمان مثل ما ذكرت سالي، نحن كيف نقدر نكون قياديين كمان بمجتمعنا وبحياتنا العمليه؟ انا برايي اول شيء ببلش انه نبلش بنفسنا. تمام، انه نبلش نحن نعزز قدراتنا. طبعا تعزيز القدرات حكينا فيها انه انا فيني بلش بمشاريعي الخاصه، بافكاري الخاصه، بمساعده الاخرين. ممكن روح دور على دورات ممكن تساعدني بهذا الشيء، طبق هذا الشيء. كل شيء انا بتعلمه ممكن طبقه، او حاول اقول انه اعمل كل يوم في عندي انا شغله ممكن انا اطورها، اشتغل على حالي فيها. الشغله الثانيه انه انا برايي لازم نحن ندخل مو بس لحالنا، ندخل بمجتمعاتنا بافكار جديده، وهي شغله غير ده. تماما. هلا في كثير شغلات هلا عم يبلشوا يقولوا عم يطوروا شيء اسمه الانتربرينورشيب، او اللي هي بسموها الرياده. دائما عم يطلعوا هلا مفهوم الرياده، وهي شغله عن جد انا كثير عم بشوفها حلو كثير بسوريا، انه في كثير دورات ومشاريع عم تبلش. وهلا من فتره قريبه كان عندنا المؤتمر السوري الاول لتنميه البشريه. تماما. وهي انا بحيي السيده الوزيره انه عملت شغله جديده وزرعت هذا المفهوم اللي احنا قدرنا احنا نطوره. وكان عندنا 12 مشروع شبابي حقيقة وكانوا كتير رائعين، كيف فينا نحن نطور المفهوم الإداري نحن في مجتمعاتنا. فكانت تبنوها خلوا مجال للشباب إنه يطلعوا هذا الشيء، ونحن نأخذ هذه الشغلات هاي ونبلش نطبقها. فنحن إذا بلشنا بحالنا وأخذنا مشاريع وبلشنا نطبق فيها، حتى لو كان عنا أخطاء وما قدرنا نحن يكون نحن مثل بيقولوا فعالين فيها، ولكن نحن نتعلم بدروس. خلينا نبلش، ما رح نقول إنه أنا موجود لسه بدي حدا يدعمني ولا حدا ما يدعمني، لا أنا بدي بلش. فمثل ما بيقولوا مشوار الخطوة يبدأ، يعني مثل ما بيقولوا مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فخلينا نبلش بهذا الشيء. نعم. يعني دكتور إيهاب، قديش شخصية الإنسان بتلعب دور حتى مثلا من خلال نشأته بالمنزل؟ أحيانا بيكونوا الأهل عندهم صفات القيادة، قديش بيكتسبها خلينا نقول الطفل أو الشاب من أهله؟ بصراحة هذا حجر أساس كتير كبير، وممكن يكون بصراحة نحن إذا اهتمينا بالمرحلة الدنيا مثل ما يقولوا بالتربية من الأطفال، إن كان بالمدارس أو إن كان حتى في البيوت أو في الجامعات، نحن رح نطور جيل اسمه جيل قيادي. هاي نقطة كتير مهمة، إنه نحن الأساس إنه الأهل إن كان في البيت أو حتى الأهل، أهلنا نحن هن المدرسين، هن أهلنا علمونا وكنا نشوفهم أكثر ويكون لهم تأثير أكثر من أهالينا ذات نفسهم. إذا زرعوا فينا هذه البذرة، زرعوا فينا إنه أنت تثق بنفسك، زرعوا فيك إنك أنت في عندك شيء طاقات كتير كبيرة، وهذا الشيء حقيقة رح كتير رح يطور هذا المجتمع. وأنا شايف إنه حقيقة في بلشت له في كتير دورات مدعومة من الوزارات إنه يبلشوا يغيروا مفهوم التدريس لموضوع التدريب عنا في سوريا، وهذا الشيء بيخلق طبيعة تنافسية عند الأطفال وعند الشباب لحتى يقدروا يطلعوا هالإبداعات الموجودة عندهم. تمام. اليوم يعني نكسب وجود حضرتك ونوجه يمكن شوي نصيحة لكل الأساتذة والمدرسين يلي عبي أنشقوا هالأطفال وجيل واعد إن شاء الله رح يكون بالمستقبل، لحتى يكون عندهم شخصية قيادية ناجحة ويكون إلى مسار صحيح، شو النصيحة اللي بتوجه لهم إياها؟ النصيحة اللي بوجه لهم إياها أنه يفتشوا عن هالبذره المخبايه او هاي الذهب المخبى جوات كل واحد. يعني احنا بالاخير نحن خلقه تامه من رب العالمين، حط فينا سره، ففي عنا شيء طاقات كتير كبيره، خلينا نفتح لهم المجال، خلينا نساعدهم ليؤمنوا قدراتهم. وفي عنا كتير امثله، يعني اديسون مثل ما بيقولوا طردوه من المدرسه ولكن هو اخترع لنا الكهرباء، انتوني روبنز اللي هو احد اهم رواد التنميه البشريه بالعالم كان شخص عباره عن بواب، يعني مثل ما بيقولوا مسؤول عن كذا عماره بيخدمون، وصار هلا مثل ما بيقولوا ما بيلحق من محل لمحل لحتى شيء، لحتى يعني في ناس اجت امنت فيهم، اجت ناس اعطتهم الفرصه وطلعت هذا الشيء جواتهم. فخلينا نحن بس نآمن انه في عندهم قدرات، نتحمل هالاشخاص هدول، نتحمل هالاطفال، ونقدر نحن ندخلهم بالمجتمع ونخليهم ينضجوا بسرعه، بس بنضج قيادي وليس بالنضج العادي اللي نحن تعودنا نحن نمشي فيه بحياتنا.
تماما. تمام. يعني يا دكتور إيهاب، خلينا نحكي عن موضوع التنمية. من فترة شهدنا مؤتمر للتنمية البشرية، يلي نحن بحاجة لهيك مؤتمرات بهيدي الفترة، وقديش مهمة التنمية البشرية لتخلي في قصص متينة عند الشباب. هلا هذا الشيء نحن مثل ما بتعرفوا نحن سوريا مرت، وهي الحمد لله نحن انا شايف كثير نحن في مرحله الاخيره انه ترجع بقى هالبلد، البلد الحلوه، البلد اللي شاحت نور من الاف السنين. الحجر راح، ولكن نحن شبابنا هن الاساس. القائد الكادر البشري هو الاساس بنهضه اي مجتمع، وكل التاريخ انكتب ليس بالجماد ولكن كتب بالاشخاص اللي هن بنوا هذا الشيء. فهذا الشيء كان بالتوجه الموجود، وهذا طبعا اكيد بتوجهات من القياده الحكيمه اللي عندنا، نعم، سيد الرئيس ومن كل الوزارات، انه نبلش نحن نشتغل على موضوع تهيئه الشباب بالافكار الجديده بالطاقات الجديده، ونحاول عندنا شغلات مخزون بشري كثير عظيم كتير عظيم. أنا كان إلي الشرف أن أكون مع هدول الأشخاص عن قرب شوي، بس كنا عم ندربهم لحتى يكونوا بالمؤتمر. حقيقة أنا كنت مسرور جدا على مستوى التحضير، على مستوى الأفكار، حتى طلعوا توصيات رائعة جدا، حتى أيام بأعمار ممكن يكون لساتهم ما تخرجوا من الجامعات. فعندنا مخزون رائع جدا. كتير لازم توصيات دكتور نحتا كيف تقدر تطبقها لحتى نستثمر كل هالمهارات الموجودة عند شبابنا؟ أنا برأيي لازم كل الجهات المعنية يكونوا، وأنا بأكد وبشد إيدي على الإعلام. الإعلام السوري حقيقة له دور كتير كبير، ودائما كان هو منارة ومنبر إنه الناس تقدر تطلع وتحكي، وتقدروا أنتوا تشوفوا هاي الطاقات الموجودة وتستثمروها، حتى تلقوا الضوء على شغلات عندهم إياها موجودة. الشغلة الثانية، كل الوزارات، كل الجامعات، كل الأشخاص المعنيين، أنا برأيي لازم نحن نفتح أبوابنا، نخصص جزء من أوقاتنا. يعني أنا بتذكر أنه كنا نحن نعمل بس بعض المحاضرات في المحافظات السورية، أيام المحاضرة واحدة ممكن تعمل الفرق بأشخاص. أنا بتذكر كنت في سنة أولى جامعة قعدت مع أحد الأشخاص الرياديين لمدة ساعة ونصف، كان عندي النقلة النوعية بحياتي أنه أشتغل عليها. فنحن لازم نخصص هذا الشيء بوقتنا لحتى ندعم هدول الشباب. تمام. نحن بدنا نشكرك كثير على هالنصائح اليوم اضفتها لصباحنا، وان شاء الله دائما يكون في قياده ناجحه بكل المؤسسات والشركات، ودائما يكون في مهارات تطور، ومهارات مثل ما ذكرت حضرتك دكتور انه نحن موجوده عندنا القياده لكن لازم تتنمى وتتطور. شكرا جزيلا لك. أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا مرة تانية دكتور إيهاب الجندي الخبير في مجال تدريب الكوادر البشرية. أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم. صباح الخير. صباح الخير.